حنمشي عبر السكايب نرحب بالفنان. مرحبا كثير عمر فرنسي، واحد من مغنيين الشباب المعروفين في السودان، وأغنية سيد الروح كلنا عرفناها وحبيناها عن الراحل بادية، لكن حضرتك أضفت لها مجموعة من الأغنيات أو التكنيك الموسيقي الجديد، فالفيديو عمل انتشار وعمل مجموعة من المشاهدات بصورة كبيرة جدا والناس حبته. حابين نعرف تفاصيله أكثر وإيش معنى أغنية سيد الروح. فبنقول مساء الخير عمار. عمار، أغنية سيد الروح هي ممكن تكون من أجمل أغنيات الحقيبة اللي قام بكتابتها الشاعر طيب الله ثراء عمر البنا، وتغنى بها الفنان الراحل بادي أحمد الطيب. نشوف إعادة الإنتاج واللي تقدمت بشكل جديد وتصورت كمان فيديو كليب. عمار لو سامعني بقول لك مساء الخير. مساء الخير عليكم. ثاني أربعة مساء الخير عليكم كلكم. اهلا وسهلا، كيف احوالك؟ عمار انا بسال وغيري بيسال، يعني ليه اغنيه سيد الروح اللي وقع الاختيار عليها؟ تمام، سيد الروح من الاغنيات القديمه الطالبه اسامه راحه، هي أنا ما سامع كنترول، سأذنكم اتفضل. أنا سامعك تمام. أيوة، قلت لك الأغنية هي من الأغاني الخالدة، الأغاني القديمة الأغاني القديمة فكرت في انه الاغنيه دي هي تكون واضحه كل فيها فكره الجديد يعني تتماشى مع يعني ممكن تصح لاي زمان ومكان جمالها ورونق. يعني يا عمار حسألك، يعني كلنا عارفين أستاذ بادي أحمد الطيب عنده تقنياته العالية جدا يعني في الأداء والتطريب، فشنو الجديد في التوزيع الموسيقي والأداء اللي ممكن نقدر نقول عمار إنه يتميز به واختلف به في تقديمه للأغنية؟ طيب بادي محمد طيب قدمها بشكل وإيقاع الإيقاع كان سريع وطبعا ما في اختلاف انه هي العالية طيب احنا حاولت يعني اغير شوية كده من خليها بدون إيقاع خالص، كانت الستايل بتاع الفري بيانو يعني نغم على اساس انها تكون واضحه، وغيرت من الاسلوب القديم بتاعها اتمنى انها تكون كانت نظر طبيعي ومشاهد. اضفت لها همسه جديده كده بس روح جديده عشان قدمتها الحديث تكون مواكبه يعني. تمام. المتابعه للاغنيه كبيره جدا والمشاهدات برضو كمان كثيره، فبتفتكر انه يعني هل ممكن تكون مؤشر لجودة الأداء، ولا ممكن تكون صورة الكليب الرومانسية المدهشة هي كانت سبب كبير جدا لمشاهدات المتابعين؟ فتقييمك شنو للمتابعات الكبير جدا والمشاهدات؟
والله الحمد لله. انا صراحه اندهشت، يعني دهشت يعني من عليها ردة فعل قبل كده، ما كنت متوقع عليها ردة فعل قبل كده. انا اديتها بأريحية كده من غير افكر في انها هي هتعمل صدى ولا ما هتعمل صدى، فقدمت فيها و يعني بقيت كنت بردده في الفترة الأخيرة، فلقيت نفسي فيها كده يعني. طيب الحمد لله يعني كان في نجاح الحمد لله ووصلت للناس بشكل جميل. الحمد لله. طيب فرنسي، بعد أغنية أو بعد تجربة سيد الروح، يعني كثير من الناس اللي بتفتكر إنه أغاني الحقيبة دي موروث سوداني ممنوع التحوير أو التغيير فيها، يعني بيحبوها زي ما هي بالرق بنفس الإيقاعات القديمة. بعد نجاح سيد الروح، هل ممكن تفكر في إنك تعيد ترتيب موسيقي لواحدة من الأغنيات أو أغاني الحقيبة المشهورة لأي فنان؟ أكيد أنا طبعا بعشق الحقيبة صراحة، عندي خطة الفترة الجاية دي ألبوم. أنا أساسا عملت ألبوم قبل كده وزعته توزيع جديد اسمه أفنان الحقيبة. أفنان الحقيبة مكون من 8 أغنيات للحقيبة، أذكر منها وجهك هيك وصورة السمحة معين وباقي الأغاني يعني حقيبة. الحمد لله وزعت أوركسترا كاملة برضو، كانت كده قبول في الأوساط، وجاي إنه ألبوم الجاي يكون بشكل سيد الروح إن شاء الله يعني. إن شاء الله. غير سيد الروح وغير الألبوم اللي تفضلت وكلمتني عنه اللي بيحتوي على 8 أغنيات، إذا ده كان في ما يخص جانب الحقيبة، لكن كأغنيات أو كمشاريع مستقبلية لعمار فرنسي، ممكن في المستقبل نشوف عمار بيخطط لشنو أو مجهز شنو؟ مفاجأة لكل متابعينه ومحبينه. عندي ألبوم شعبي ما غني، ما حصل غنيت شعبي. عندي ورص فيه إن شاء الله حيصل السنة دي على شهر 6 كده، لكن قبلي بإذن الله عندي أغنية فقد واحد كلمات أستاذ إلي كبير العزيز الفنان مهاب عثمان، هو اللي بيجري بالي هو وحتطلع في الفيديو بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك، لكن بديك فرصة إنك توجه تحية للمخرج أستاذ سارية سعد اللي إن شاء الله حيكون معانا عبر الهاتف بعد قليل. أكيد شكرا كثير. ساري سعد صراحة تعب معي جدا، كانت الأخطاء والأشياء دي كلها كانت من وحي خير، وصراحة طلعت جميلة جدا وعجبت يعني أريحية وتعامل جميل كالعادة، يعني تم الواحد انتهت معي جدا. شكرا لك عمار فرنسي، كنت معانا في ركن الفنون عبر السكايب، بالتوفيق لك إن الله شاء الله. يخليك، شكرا لكم كثير كثير، شكرا من السودان يا رب، شكرا شكرا لكم. شكرا جزيلا. أكيد إحنا حنسمع جزء من الأغنية، لكن أهلا وانت من جديد صغير مشاهدينا في كل مكان، سمعنا جزء من الأغنية وموعدين إنكم نرجع نسمع جزء ثاني من الأغنية في نهاية الحلقة. خلوني أرحب بمخرج الفيديو كليب لأغنية سيد الروح الأستاذ سارية سعد. مساء الخير عليك. مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بكل مشاهدين سودانية 24. أهلا وسهلا. أول سؤال حسألك، يعني كيف كان رؤيتكم لوضع السيناريو لتصوير الأغنية؟ تمام. طيب أول حاجة بعد التحية كده يعني أحيي أول حاجة المؤسسة بتاعت ريفليكشن، لأنه هي اللي قدمت العطاء ده كله، هي اللي ساعدتنا في إنه توصلنا للنقطة اللي إحنا وصلنا دي، وسيد الفكرة ذاته اللي هو الفنان عمار فرنسي نعم هو اللي يعني جاء طرح الفكرة،
وحاسه بانه موضوع البيانو ده هو قريب للشكل المفروض يكون يعني في الزمن ده بالذات. فهو في ذا الفكره وفي ذا زي ما بقول الكليب كله من صوته ومن ابداعه في التطريب وكده، بقدم له التحيه شديد يعني، وانا سعيد جدا بالعمل معه وكده يعني. نعم. في الفيديو شفنا او في الفيديو كليب في افكار جديده وفي خروج عن التقليديه في تصويركم للفيديو كليب، نتكلم عن الافكار الجديده وكيف طلعت منك ومن عمار فرنسي. والله الافكار الجديده جايه من الشباب اللي هم شغالين معانا دارهم، عباره عن فئه بتاعت شباب. من هنا انا بقدم لهم التحيه، السيد مواب والسيد عاطف والسيد محمد موفق، دول الشباب يعني هم في التصوير ابدعوا جدا، كان عندهم رؤيه ابداعيه مختلفه كده عن بقيه الناس، فهم ساعدونا الحاجة دي. بالاضافه للرؤيه الاخراجيه كانت هي بسيطه صراحه يعني، ما على قدر العمل بتاعهم اللي هم قدموه، فكان شغل جماعي يعني اكثر مما هو يعني مطروح فيها الافكار كلها، افكار شبابيه قلت لك اعمارهم كانت يعني ما بتبقى يعني ما بتفوت سن ال 20 سنه، فكانوا شباب صغار كده وان شاء الله موفقين يعني، كونه انه عمله موصل كده للناس وفيه خروج عن التقليديه. كده بحييهم والله من هنا وبقدم لهم التحيه تمام. ساري سعد كمخرج، شنو اللي جذبك في الاغنيه وخلاك تقرر وتوافق على انك تكون مخرج لاغنيه سيد الروح؟ والله هي الاغنيه اصلا مؤثره جدا، ممكن تكون لامسه جميع يعني الناس كلها، غير ذاك انه جاء ادى احساس موسيقي جديد. انا اول ما سمعتها جا سمعني لها حسيت بانه هي قريبه من الناس، انه ممكن تصلهم يعني، فالحاجات اللي هم اتصلوا للناس دي الرساله ان احنا المفروض نقدمها للمجتمع، اللي هي حاجة كده ممكن هي تكون ملموسة حاليا وكده بيعيشوها أغلبية الناس يعني، مش الشباب بس يعني، حاجة واصلة للشعب كله. أنا سألت عمار فرنسي عن الفيديو اللي لقى مشاهدات عالية فده دليل نجاح، وسألته إذا كان حاب يعيد التجربة مرة تانية لوحدة من أغنيات الحقيقة، فقال نعم حيعيد التجربة. فحسأل حضرتك يعني، هل ممكن يكون في تعاون تاني لأغنية تانية ما بينك وما بين عمار فرنسي؟ أكيد طبعا يعني، التعامل والتعاون مع عمار فرنسي صراحة شغل معه كان يعني فيه يعني حاجة أريحية كده أكثر من أي شغل تاني يعني، هو متفاهم جدا بيقبل مننا الرأي، فمن هنا أنا والله بقدم له إشادة كبيرة، بقول له أنت فنان كبير وحسن الخلق بتاعك والتعامل بتاعك ده خلانا نحن نكون شنو قريبين كده من بعض، وأنت زول مرن كده في تعاملك معانا يعني، مش ده يعني دي بدايه نجاح زي ما انت قلتي انه نحن نجحنا الحمد لله، لكن دي بدايه النجاح بتاعنا يعني، هنقدم اكثر وان شاء الله يعني تلقى قبول احسن، وان شاء الله يكون في تطور يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انا شكرا لك استاذ ساريه سعد مخرج اغنيه سيد الروح في كليب الجديد او في ثوب الجديد، حنسمعها حنهديها لك وحنهديها لفرنسي ولكل متابعين 24 جرات، وعمار معانا عبر السكايب فبنهديها له. شكرا 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 لك. سيد الروح واحده من روائع عمر البنا، وتغنى بها الراحل طيب الله ثراه، وطيب الله كمان ثرى استاذنا عمر البنا الراحل بادي احمد الطيب، وتغنى بها الفنان الشاب عمار فرنسي في ثوب جديد في مزيكا جديده بالتعاون مع المخرج ساريه سعد. ده كان اجمل ختام لركن الفنون اللي تكلمنا عن اغنيه سيد الروح ومشاريع مستقبليه لعمار فرنسي. فقره ترند اليوم تحدثنا فيها عن مشاكل مكتب الاستخدام الخارجي والنصب اللي ممكن يقعوا فيه والمواطنين، وعلى كل مواطن انه لازم يعرف حقوقه بالرجوع لمكتب الاستخدام وايضا بالتنسيق مع وزاره العمل. ان شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقه الاربعاء من 24 جرات. شكرا لكل الناس اللي كانت معانا، بكره فريق عمل جديد، لحد ما نلقاكم في امان الله.